احنا الاسبوع اللي جاي هنبدأ نحتفل هنا باسبوع القضية، اسبوع ده من اهم البطولات في تاريخ النادي الاهلي، وانت شاهد على العصر. هيبقى لنا لقاء تاني معاك برضو، مش عايزين نحرق المفاجأة بالنسبة طبعا للجمهور، طبعا. لكن ايه، ناخد لحظة من قعر الطبق كده، تقول لنا قول لنا حتة من الكواليس، خاصة كانت اياميها كورونا وكانت الدنيا ملخبطة وكانت الدنيا صعبة، ايه اللي الناس ما تعرفوش، ايه اللي الناس اللي ساعد ممكن يقوله لنا دلوقتي، او حاجة اتقالت بس الناس ما مش فاكراها، نفكر الناس بيها في المباراة دي، كشف الكورونا، ومش عارف كان ديانج طلع ساعتها، جاله اتنين كمان ثلاثة لعيبة من الاهلي ساعتها، ديانج وليد سليمان ايوه وصالح جمعة. طبعا نعم، والثلاثة كانوا لعيبة تقال قوي طبعا في طبعا النادي الاهلي ساعتها. طبعا. احكي لي شوية عن الماتش نفسه، عن اللي انت عايزه، عن الاجواء، عن المباراة، عن هو الظروف. طبعا في لحظات بتيجي يا كابتن شوبير تحس ان الدنيا بتقف، يعني الماتش ده انت تحس ان الدنيا بتقف وواقفه حياتك على الماتش ده او على المباراه دي. قبل المباراه انا كان رجعت من الاصابه، صح، وكان جالنا مستر وكان جالنا موسيماني استلم من مستر فايلر، وانا دايما بقول ان موسيماني استلم فرقه معموله على اساس كويس، متأسسة، متاسسه بشكل كويس، نعم، فرقه مدرب كويس فايلر، جدا 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 جدا، يعني من افضل المدربين انت كنت اللي اساسي مع فايلر، نعم، انا لعبت مع فايلر لحد ما اتصاب، ايوه، يعني انا جالي وتر اكيليس رابع مباراه ليا مع فايلر. ياه، انا اتصبت في ماتش سان داونز الاولاني اللي خسرنا فيه خمسه، ايوه، ده اتصبت فيه اول 5 دقائق وخرجت، نعم، وقعدت 6 شهور. فايلر كان مدرب صارم جدا، ما حبش حد يتكلم معاه، ما حبش حد، السويسريين يعني، او هو كان صعب نعم، في هم الشخصيه دي. السويسريين بيشتروا بالضبط، اشتغلت معاه 3 شهور ما اتكلمتش معاه خالص، تمرين ثم تمرين ثم تمرين، ما تكلمش، خالص مالكش شغف بلعب، مالكش شغف باي حاجه. اتكلمت مع اللعيبه، نصحتهم في لعيبه معانا صالح راح اتكلم معاه وكذا لعيبه، قلت لهم بلاش تتكلموا مع الراجل ده، لان انا بقالي سنين في النادي وعارف، يعني انت بيبقى عندك خبرات شخصيات المدربين فهمت يعني. شخصيتي. حتى وليد كان عايز يتكلم معانا، نصحت وليد ما يتكلمش وليد معاه. سليمان، اشتغلنا عندنا اللاعب الاسماعيلي في استاد الماكس، لقيت الراجل جاي لي في التمرين قال لي خلي بالك انت هتبدا المباراه اللي جايه كنت لسه راجع من الاصابه ولا كنت بعدها قبل، ب3 شهور، بعد الاصابه ب3 شهور؟ قال انا مراقبك ومراقب تمرينك ومراقب رد فعلك، انت لعيب محترف ما بتتكلمش، مركز في شغلك، فانت دلوقتي جاهز ان انت تلعب. لعبت ماتش الاسماعيلي، كانت مفاجاه بالنسبه لك، فاجئت يعني، فجاه حلو، كسبنا 1-0، وبعدين لعبنا الاتحاد، كان الاتحاد الموسم ده تاني الدوري، نعم، كسبنا 4، وبعدين لعبنا ماتش بلاتينيوم ستارز في بطوله افريقيا، ايوه، تالت مباراه على التوالي اساسي يعني. مباراه بلاتينيوم جالي وتر اكيلس، يا ساتر، فجات لي فورمه كويسه وفي توقيت مدرب قوي، مدرب هيفرق معاك وهيحطك على طريق كويس، فالحمد لله طبعا كله خير. فاتصبت وجات الكورونا خدمتنا شويه انا وحمدي فتحي. ايوه مظبوط، قعدنا 4 شهور، لا ده قعدنا فتره طويله اكتر، 4 5 شهور ما لعبناش، قعدنا من نعم، اكتر من 6 شهور كمان، كان حمدي مصاب وكان كمان، حمدي عمل غضروف، ايوه، عمل خياطه الغضروف، كان محتاج 6 شهور او 7، ورجع في المده دي، وفتره الكورونا ساعدتنا ان احنا نرجع بشكل كويس. وجي موسيماني، ايوه، لعبنا ماتشين الوداد، كان الوداد هناك كسبنا او تعادلنا، كسبنا في الوداد هناك، الملعب ما كانش فيه نعم جمهور ساعتها، مظبوط، ولعبنا هنا وكسبنا، نعم وصعدنا مباراه الزمالك نهائي القرن، نعم والمباراه كانت يوم 27/11. احنا كسبنا الوداد والزمالك كان كسب الرجاء، نعم بالظبط. وابتدى موسيماني يعرف الفرقه كويس الفتره دي لو حضرتك تفتكر، برضو كان مشي كذا لعيب كبير من النادي الاهلي ولعيبه مؤثره على راسهم كابتن شريف اكرامي، كابتن احمد فتحي، مظبوط، رمضان صبحي، كابتن حسام عاشور، فاحنا كنا على طول في اجتماعات ما بين الكابتن سيد والكابتن الخطيب والثلاثه الكبار اللي كانوا موجودين ساعتها في النادي الاهلي، الشناوي، محمد الشناوي، سعد سمير، وليد سليمان بالترتيب نعم، الادميه، كنا احنا كباتن الفرقه. ودي كانت فتره مؤثره في تاريخ النادي، ايوه بقى لنا كتير صحيح، ما خدناش افريقيا، 7 سنين، بتمشي لعيبه مؤثره وكبار وكباتن فرقه جوه النادي. فكان في قبل النهائي وقبل موسيماني ان كان في اجتماعات مع اللعيبه الكبار الفرقه في كيفيه اداره الفريق الفتره الجايه، مين اللي كان بيجتمع؟ الكابتن الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ على طول، والشناوي وسعد ووليد، وليد سليمان، لان دورك دلوقتي مش مقتصر ان انت تفكر في نفسك، ايوه، انت في مسؤوليه نادي كبير زي النادي الاهلي، فريق من يعني من رقم واحد في افريقيا، فريق بيلعب كل سنه نهائي افريقيا، فريق بياخد كل سنه البطولات اللي موجوده في مصر وفي افريقيا، فاحنا عايزين نرجع لده من خلال بطوله افريقيا، وانت هتلعب نادي الزمالك المنافس التقليدي ليك، بطوله مهمه ولها تبعات مهمه في مكسبك ليها، حلو، ولها تبعات مهمه في خسارتك ليها. صحيح، فالاهم دلوقتي ان كل واحد ينسى نفسه، وان كل واحد ينسى شخصيته ويركز
في ان ازاي ان النادي الاهلي ياخد البطوله دي. نعم. يفكر ازاي ان النادي الاهلي يفضل قوي ويفضل ثابت ويفضل محافظ على مكانته في افريقيا كلها. وده الحمد لله اللي وصل لنا بشكل كبير جدا، وكان مسؤوليه علينا. أيوة. وبالتالي ابتدينا ننقله للعيبه، ابتدينا ننقله ان اهم حاجه في لحد يوم 27/11 ما عندناش شغل شاغل الا ان النادي الاهلي يشيل الكاس، النادي الاهلي يرفع البطوله. صحيح. وان جمهور الاهلي يتبسط بالبطوله اللي غايبه بقى لها سبع سنين.